بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية محافظة لحج. باعث الرسالة جمع من الإخوة، هم هاشم سعيد قائد وصادق علي غالب وصالح محمد عمر ونظير سعيد عبد الله وياسر علي أحمد وفهمي سعيد أحمد. هؤلاء الإخوة اجتمعوا في هذه الرسالة ويسألون عن عدد من القضايا. أولى القضايا التي يسألون عنها أن الإمام في قريتهم يقوم بالاحتفال في يوم 27 من رجب، وأيضا في المولد النبوي مناسبة الإسراء والمعراج في المسجد مع بقية الناس مع المصلين، فهل يجوز ذلك أم لكم توجيه ننقله إليهم جزاكم الله خيرا؟ الذي يجب في الإمام في الصلاة أن يكون قدوة صالحة، أن يكون عاملا بالسنة تاركا للبدعة ومحذرا منها، والاحتفال بالإسراء والمعراج أو بالمولد النبوي أو ليلة النصف من شعبان، كل هذه الاحتفالات بدعية لا يجوز فعلها لأنها من محدثات الأمور التي لا دليل عليها في الشرع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين، ولم يكن في سنته ولا سنة خلفائه الراشدين إحياء هذه الموالد وهذه المناسبات، إذن فهي محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. والمسلم إنما يطلب الأجر والثواب والقبول من الله عز وجل، فكيف يعمل عملا يرد عليه ولا يقبل؟ كيف يعمل عملا بدعيا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم أشد التحذير وحكم عليه بأنه ضلالة وأنه في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. الواجب على الإمام أن يكون متجنبا لهذه البدع ولا يساير الناس على عاداتهم، بل الواجب أن يبين لهم السنة وأن يحذرهم من البدع وأن يمنعهم من إقامتها في المسجد، لأن له سلطة على المسجد الذي هو إمام فيه. فإذا قام هذا الإمام بالواجب فإنه يكون عاملا بالسنة وقدوة في الخير، أما إذا لم يقم بهذا الواجب ولا ينهى الناس عن ذلك ويتركهم يعملونه في المسجد، أو أشد من ذلك أن يشاركهم في ذلك وأن يسوغ ذلك لهم، فهذا لا يصلح أن يكون إماما يقتدى به، بل يجب استبداله بإمام عامل بالسنة ومتجنب للبدعة، لأنه إذا بقي على هذا العمل القبيح وهو إحياء البدع في المسجد أو إقرار ذلك، فإن الناس سيحتجون به ويقولون: إمام المسجد لم ينكر هذا، أو إمام المسجد شارك في هذا، فيكون هذا الإمام من دعاة السوء ومن القدوة السيئة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الواجب على هذا الإمام وغيره من أئمة المساجد وكل من له قدرة، الواجب عليهم العمل بالسنة وتجنب البدعة والتحذير منها ونشر الحق ودحض الباطل، لأن هذا هو واجب أئمة المساجد وغيرهم من كل من عنده القدرة العلمية والقدرة السلطانية، أن يكونوا دعاة إلى الخير وينهون عن الشر والمنكر، هذا هو المطلوب منهم، لا أن يرضوا بهذه البدع ويسكتوا عنها أو يشاركوا في إقامتها. فالواجب عليكم أن تناصحوا هذا الإمام وتبينوا له واجبه، فإن لم يمتثل فعليكم أن تسعوا في تنحيته عن الإمامة واستبداله بمن هو خير منه، فإذا لم تقدروا على ذلك فصلوا خلف إمام آخر، التمسوا مسجدا فيه إمام مستقيم على السنة. نعم.